السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وسعادة وراحة بال، ويا رب دايما متجمعين انتوا وحبايبكم في رمضان وبعد رمضان ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. رمضان السنة دي خلاص مش عارفة ليه ماشي بسرعة كده، شكله كده مش عايز اطول عليه. ايام بسيطة وهنعمل كحك والبسكوت وهيهل علينا العيد. كل سنة وانتم طيبين. الحاجة بقى الايام اللي فاضلة دي، ادعوا ربنا باللي بتحبوه وباللي تحبوا تتمنوا ان هو يتحقق ليكم، ويا رب دعواتكم كلها تكون مستجابة ان شاء الله، ويا رب بلغنا ليلة القدر بإذن الله. المهم النهاردة فطارنا بقى متنوع كده، ما تعرفوش في ايه، كل حاجة داخلة في بعضها. كل واحد طلب مني طلب حققته له النهاردة. اللي طالب مكرونة بشاميل، واللي طالب طاجن خضار، واللي عايز فراخ مشوية، كله جمعته في فطار واحد. كان عندي رز فاضل من امبارح، من فطار امبارح يعني، فما عملتش رز بقى. اول حاجة جبت كده كل الخضار اللي في التلاجة، برضو كذلك كل يوم بنقول لكم هاتوا الخضار اللي في التلاجة، كتروا من الخضار علشان خاطر احنا في صيام، وبنيجي اخر النهار يا دوبك كل واحد يشرب كوبايه العصير وما يعوز ياكل تاني، خصوصا اولادنا. انا مش عارفه العيال اليومين دولت وشهم اصفر ليه كده من كتر الصيام. فجبت لهم بقى، بنحاول ندخلهم الخضار سواء كان بقى في الطبيخ نفسه او في السلطه. جبت بطاطس وجبت طماطم وجزر وكمان بصل وبسله، ولو عندي بقى وجبت كمان كوسه كمان يعني. بص هم شكلوا بقى كده، هنعمل طاجن خضار حلو بتتبيله حلوه. الاول كده هنعمل تتبيله الفراخ اللي احنا هنحطها على الخضار ده. معايا حبتين بصل كده متوسطين، انا طبعا عامله كميه بصل عشان لسه في كمان وصفه تانية هنعملها. هناخد بس بصلتين متوسطين كده وهنضربهم في الكب. انا عايزاهم مبشورين كده يعني مايلين للناعم كده عشان خاطر تتبيله فراخ يعني. قطعتهم في الكب وحطيت عليهم معلقه ثوم، نص معلقه صغيره من هريسه الشطه عشان خاطر ما يكونش حامي برضو، بس بتديله طعم حلو. فضيفوها، ولو مش بتحبوا الحامي زياده يعني ما تقدروا ما تضيفوهاش، بس هي نص معلقه ما بتفرقش يعني، ما بتكونش واضحه زياده ولا بتكون حامي. نضربهم بقى ضربه حلوه، يبقى بصل عليه معلقه ثوم وعليه نص معلقه هريسه الشطه. من ساعه ما عملتها وانا مدخلها في كل الاكلات فعلا والله بتغير في طعم الاكل. ننزل بقى بالتتبيله الحلوه ديت، لسه طبعا ما حطيناش توابل ولا ضفنا اي حاجة غير اعتبر البصل والثوم بس وخلاص. الفراخ بتاعتي مطلعاها من الصبح ونقعاها في محلول نجا عشان نضيع منها كل الزفارة، وعشان تتملح تمليحة مظبوطة. نضيف بقى الملح، سنة بهارات، السنة دي يعني معلقة صغيرة ماشي، والسيكة ربع معلقة. نص معلقة صغيرة كمون، ونص معلقة صغيرة بهارات، سبع بهارات، حطيت بهارات فراخ وحطيت سبع بهارات، انا بنحب نعزز النكهه كده. نقلب بقى كل ده مع بعضه، ولو حابين تضيفوا معلقه دبس رمان او معلقه خل وعصره ليمونه كده ضيفوها، بس انا هنعمل الفراخ بتاعتي في الخضار فما حبيتش نضيف الاضافات ديت. لو هنشويها لوحدها كده من غير خضار تحت منها هنضيف الاضافات دي، معلقه الخل، معلقه دبس رمان، وعصره ليمونه او بشر ليمون كمان. نتبل فرختنا الحلوه بقى بعد ما غسلناها غسله محترمه في محلول النقع، واخدت التمليحه المظبوطه من الملح اللي ضفاه على ميه المحلول. بعد ما غسلناها نتبل بقى تحت الجلد والبطن من جوه وبار من بره، والتتبيله محترمه. لو احنا هنشوها بقى هنركنها في التتبيله ديت فتره يعني ساعتين او ثلاثه كده على قد ما نقدر تشرب من التتبيله دي، لكن انا هنعملها على طول عشان خاطر طبعا الفطار ليه ميعاد، فهنتبلها على طول وهنضيفها على الخضار. غسلت كل الخضار بتاعي، حابين تضيفوا فاصوليا خضراء، مخزنين اي نوع خضار حابين تضيفوه ضيفوه قبل اي خضار. حبتين كمان طماطم برضو نقطعهم كده صغير كده ونحطهم عليه. طبعا عندي صلصه وعندي عصير طماطم، بس انا حباها تكون يعني شبيهه كده للبرمه مثلا، ورقه اللحمه الحاجات ديت، فمش عايزه تكون فيها صلصه، عايزه تكون لونها فاتح كده، فحبيت بس نضيف شويه طماطم كده عليها هتديني لونها حلو، وفي نفس الوقت ما تكونش حمرا كده ومش سبكه. عايزين نكتر الخضار عشان خاطر العيال اللي صايمين دولت. والله عندي عيالي اليومين دولت حاسه ان هم وشهم اصفر كده ودبلانين كده مش عارفه ليه. وبنحاول ندخلهم الخضار وطبق السلطه، بنلم كل الخضار ونعمل طبق سلطه وكل يوم خناج عليه. باقي التتبيله بقى ننزل بيها على الخضار، طبعا مكتره بصل عشان نضيف على الخضار، ونظبط ملحنا ونظبط توابلنا كمان
نزود كمان شوية توابل عشان خاطر الخضار برضه، ونقلب بقى كل الكلام الحلو ده مع بعض. شايفين الحلاوة؟ والله ريحتها وطعمها كانت فظيعة. جربوها بقى مع لحمة، مع خضار، بس لحمة تكون يعني ما بتاخدش تسوية كتيرة، يعني بتكون مثلا تاخد لها نص ساعة ساعة، شرايح لحمة صغيرة كده، مع صدور فراخ برضو، مع فراخ كاملة زي ما انا عاملاها كده. العبوا بقى براحتكم، ظبطوا وبصوا دلعوا نفسكم. نغطيها بقى بأي غطا وندخلها الفرن على طول. ونخش بقى على الوصفة التانية. معايا هنا لبن كنت غليه على النار، وطاسة تانية على النار فيها معلقتين كبار من السمنة، في نفس الكبة زي ما هي فرمت فيها باقي البصل اللي كنت مقشراه معاكم، يعني حوالي بصلتين متوسطين كده، عشان هنا كانت صايمة. انت كنت صايمة؟ والله ماشي. صايمة لحد امتى؟ لحد المغرب بس ولا لحد الصبح؟ لحد الصبح. ماشي. هنا بقى عندي اهي نص طاجن الرز زي ما هو، فمش هنعمل رز النهارده. نقلب البصل تقليبه محترمه وننزل بالجوانس عليه. هنعمل طاجن مكرونه بالكبد والجوانس. نزلت بالجوانس الاول عشان هي بتاخد تسويه شويه، والحله التانية فيها ميه على النار، يبقى اللبن مغلي بنجهز الحشوه، والميه هتغلي ونحط فيها المكرونه على طول. كله كده شغال مع بعض. وطاجن الخضار بالفراخ المشويه في الفرن. شايفين الاكل ما بياخدش وقت ازاي؟ بيخلص في منتهى السهوله. شغلوا بس دماغكم كده ويفكروا انتوا هتعملوا ايه. تصبحوا الصبح كده مخططين ومفكرين تدخلوا على الاكل على طول. نزلت كمان بالكبد برضه، نقلب بالطاسه كده، ما نقلبش الكبد على طول عشان ما تتهريش معانا. وننزل بمكعب مرقه بعد ما خدت تشويحه حلوه مع الجوانس والبصل. نتبل بقى توابلنا اللي احنا بنحبها. انا ضفت 7 بهارات، معلقه صغيره، وضفت معلقه صغيره من البهارات الفراخ، والملح. ناخد بالنا من الملح عشان احنا ضايفين مكعب مرق، والفلفل الاسود طبعا رشه حلوه عشان الزفاره وكده، عشان كبد الجوانس. اكيد الكبد الجوانس طبعا مغسلينها حلو بملح وليمون وشاطفينها كذا مره، ومقطعينها بالمقص. المقص بسهل علينا تقطيع الحجم اللي احنا عايزينه، احسن من السكينه كمان. صلوا على الرسول واذكروا الله. حديدكم كده يكون فيها بركه، وان شاء الله تخلص معاكم بسرعه وتطلع ما فيش ولا غلطه. رشه جوزة الطيب اللي ما فيش غنى عنها في حشوات المكرونه البشاميل، سواء في البشاميل او في الحشوه نفسها، بتغير الطعم. شايفين الصلصه بقى اللي قلت لكم عليها؟ ده بنجيب طماطم من السوق عندي، بنجيب يعني الطماطم اللي تكون حمرا شويه يوم السوق بالذات، بنعملها صلصه ونحطها في بلاستيكه كده في الثلاجه، نطبخ منها طول الاسبوع، غير الطماطم الجامده اللي هي بتكون للسلطه. ولو حابة نخزن بقى بنجيب كمية كبيرة، لكن بنجيب مثلا حوالي 3 كيلو 4 كيلو، ونعملهم صلصة كده بتكفيني طول الأسبوع، فبنخليها من التلاجة في التلاجة من تحت، مبنحطهاش في الفريزر. ضفت منها معلقتين بقى حلوين كده على التسبيكة الحلوة، أنا منحبهاش بيضة، بنحب يكون فيها لون أحمر يعني كده. وهنسيبها بقى تشكشك مع نفسها كده في جنب لحد ما تكمل تسويتي. وهنعمل البشاميل الخفيف اللي عملته معاكوا قبل كده. لتر من اللبن عليه 4 معالق كبار من الدقيق في الخلاط، وهنضربهم على بعض وننزل بهم في الحلة من غير اي اضافات. ده بيكون خفيف على ما نحمر الدقيق كده في سمنة، بياخد مقدار سمنة كبير وبيكون تقيل، واحنا عايزين اكلنا يكون خفيف. نزلت بمكعب مرقة بيحل برضو البشاميل، ورشة جوزة الطيب اللي قلت لكم عليها ما تستغنوش عنها في الحشوة وفي البشاميل نفسه، وسنة صغيرة من الفلفل الاسود ورشة الملح. نظبط الملح ونعمل برضو حساب ان احنا حاطين مكعب بيكون متملح. ونقلب بقى على طول، ونزلت بمعلقه واحده بس من الزبده تعزز للطعم بس مش اكتر، ولو مش حابين تضيفوها خالص بلاش. وهنا الميه بدات تغلي، يبقى الحشوه فاضل لها ثواني ونطفي عليها، والبشاميل خلاص تقلبتين كده ويتقل معايا، والمكرونه بتتسلق. نزلت بقى بنص كيلو من المكرونه الجلم، ممكن اي نوع مكرونه مش شرط مكرونه جلم، هي يعني مش قاموس ومش بس المتعارف عليه هو القلم يعني، بس ساعات والله بنعملها بمكرونه من اللي هي العاديه اللي هي الهلاليه ديت او الصغيره، اي نوع مكرونه بتقابلني بنعمل بيه. علشان هنا صايمه. صايمه؟ ماشي. خلاص بقى هنا البشاميل خلاص ربط معايا واتمسك وبقى تمام.
والمكرونه كمان اتسلقت، صفيتها من الميه اللي فيها، سلقت المكرونه بتاعه البشاميل اللي ما بنضيفش زيت في الميه، بنضيف رشه ملح وخلاص. وبعد ما بنصفيها ما بنغسلهاش، وبنضيف لها رشه فلفل اسود بتخلي طعمها حلو، وبننزل بنص كميه البشاميل اللي عليه، ده بيديها طعم حلو برضو، بتكون شاربه من البشاميل كده تحس ان هي طريه كده وحلو. هنعملها النهارده بقى في الطاجن، مش هنعملها في صينيه الومنيوم ولا تيفال ولا اي صينيه، هنعمل في الطواجن. انا حبيت الطواجن دي، صدقوا شكلها مكمله معانا طول رمضان. ننزل بنص كميه المكرونه والحشوه في النص كالمعتاد يعني، ممكن تقلبوا الحشوه على بقيه المكرونه بحالها وتنزلوا بيها مره واحده. وبعدين بقيت كميه المكرونه، والله كان طاجن ما شاء الله عليه، كان خطير. وقللت المكرونه يعني، كل مره بنعمل كيلو مكرونه كان بيقضينا، المره دي عملت نص كيلو، اتكلنا نصه بس وتاني منه كمان. رمضان شهر الخير وشهر البركه. ننزل بباقي بقى كميه المكرونه البشاميل على الوش، ونبقي بس مثلا حوالي نص كوبايه كده، نضيف عليها بيضه عشان تديني وش حلو. ولو ما عندكوش بيض ضيفوا معلقه زبده كده على الوش، بتدي لون برضو حلو، وممكن من غير اي اضافات برضو هتدي لون حلو. نزلت ببيضه واحده وعليها رشه فلفل اسود، ونقلبها بقى في باقي كميه البشاميل اللي فاضله، وننزل بيها على الوش. المكرونه البشاميل اللي في الطواجن الفخار دي فظيعه، جربوها وان شاء الله هتعجبكم، هتتحسوا ان انتوا ايه واكلينها كده في مطاعم بره، شارينها من بره. بصوا دلعوا نفسكم زي ما قلت لكم. نفرد بقى كميه البشاميل اللي بقى على الوش كده وعلى الفرن على طول، نظبط اي حاجه كده عشان ما تتحركش معانا وتدي لون او ريحه مش حلوه. يا سيدي على الحلاوه، وعلى الفرن على طول على الصاجه كده، اول ما تبدا تشكشك نرفعها كده على الشبكه تاخد لون من فوق. هنا بقى لقيت جوزي جايب لي المغرب قطايف وكنافه، قلت له لا انا هنعمل قطايف النهارده وخلي الكنافه لبكره، عشان خلاص المغرب كان خلاص يعني، كان فاضله مثلا نص ساعه ولا حاجه، فقلت له انا خلصت الاكل فهنعمل قطايف النهارده وخلي الكنافه تتحط في الثلاجه لبكره، ده ما نفكر لها يعني فكره كده ونشوف هنعملها ازاي. جبت بقى شويه مكسرات سوداني على زبيب على جوز هند، البصم اي مكسرات تجابلكم، وممكن على فكره تحشوها بسوداني بس من غير يعني اضافات كتير. والله الكنافه دي القطايف دي كان جايبها من بره ما كانتش عجباني، حاسه ان هي معموله من الصبح، معموله من امبارح كده ومبيته، ما كانتش عجباني، مش داخله دماغي دي، لو انا عاملاها في البيت كان بقى احسن. نحشي بقى على قد ما احنا عايزين، بس ما تكتروش الحشوه عشان ما تفتحش معانا في الزيت، وعشان كمان بتفتح كده معانا واحنا بنقفلها. خلصنا كل الحشوه بقى، عملت هنا عصير فراوله ومانجا بس خليتهم تقال شويه، فحبيت يعني اني دلعهم كده ونخلي العيال تاكل عشان ما باكلوش، حاسه ان هم معدومين مش عارفه ليه، فقلت لهم هنعمل لكم ايه ميكس في الكوبايه، فراوله على جوافي، فراوله على مانجا، كمان ينفع فراوله على جوافي، اي نوع عصير بتحبوه. عايزه احسسهم بقى ان هم ايه يعني مهتميه بيهم. اهتموا بنفسكم، ما نقولش انت، انا مقعله على النور وملا، انت صايمه، انت مش صايمه اصلا. ماما صايمه. فضيت بقى نص الكوبايه منجا. ماما حاضر انت صايمه، وباقي الكوبايه مثلا لو صبيت فراوله فوق او منجا او منجا فوق مش هتفرق يعني، بالمعلقه كده عشان يتوزع معايا ما يتخلطش مع بعض. ودي كوبايه هنا الصغنونه ديت، عملتها لها برضو ميكس بين الاثنين، يلا مش هنزعلك عشان انت صايمه معانا اهو، شاطره. كل الكوبايات بالطريقه دي، بس الفراوله والمانجا خلوهم تقل شويه عن العصير الطبيعي، تقل شويه عن العصير الطبيعي. شايفين شكل الكوبايات تفتح النفس لوحدها. نظبط بقى في الوقت ده، انا كنت عملت القطايف وخلصتها كمان. على الكبار نملح بقى السلطه، السلطه برده ما فيش غنى عنها، اللي بنتخانق عليها كل يوم. كله سلطه ما بياكلوش، بس على مين بنقلهم غصب عنهم. طبقين السلطه دولت لازم يخلصهم في الفطار، جزر بقى وطماطم وخيار وجرجير وكزبره خضراء وايه تاني، بس هي ما كده.
بعد ما فضيتهم في الاطباق دي حسيت ان الاطباق هتاخد مساحة، ففضيتهم في الاطباق الصغيرة احسن. هنا خلاص بنتهيألي كان المغرب خلاص على الاذان، يعني مفيش وقت. بدأت نغرف بقى الفطار، هتشوفوا معايا دلوقتي طاجن المكرونة، شايفين يا سيدي بيتكلم لوحده. نعمل كمان مرة؟ ماشي. ولا الفراخ يا سيدي يا سيدي، يا عيني ويا ليلي. شايفين بقى المنظر الخضار تحت منها ازاي؟ عشان قلت لكم مش عايزين صلصة، انا عايزاها بالمنظر ده، لا هي مسبكه كده ولا تحس ان هي تقيله كده، تحس ان هي خفيفه كده مع بعضها. ونغرف بقى الخضار ده، ولازم برضو الخضار يتاكل، كان طعمه فظيع. والفراخ كانت مشويه كده وكانت، بصوا جربوها جربوها، مش هنشكر فيها عشان خاطر انا اللي عاملاها، بس والله كان طعمها فظيع. ما شاء الله. وخلص فطرنا وما خدش مننا وقت. كمان الرز برضو اللي عندنا سخناه تاني برضو، مش هيترمي يعني، الحاجة اللي بتتبقى ما بتترميش، يا بنعيد تدويرها تاني ونعملها وصفة تانية، يا بنسخنها وبنحطها جنب وصفة تانية. عاملين رقم، اول ما بيسخن كده خلاص وتحس ان هو خلاص طلع بخار كده كأنه لسه معمول دلوقتي. ايه رايكم بقى في الفطار بتاع النهارده؟ سريع ولذيذ وبسيط كمان. وادي القطايف، ما حبيتش بقى نعملها بالكريمه، بنحس ان هي تقيله كده، ولادي ما كانوش حابينها النهارده انها تكون محشيه كريمه. عملتها بس طبق كده، عملت كمان نص بس وشلت نص تاني. والسلطه والعصير المحترم والقطايف المقرمشه. اشوفكم بقى في فيديو تاني، مع السلامه.